اهلا، شنو نكون تساعدهم بخير؟ اليوم الفيديو راح يكون عن ارسم رسمة كتير حلوة مع بعض، وانا بهذا الفيديو حبيت ارسم معكم رسمة، ولانه صار لي زمان ما رسمت معكم رسمة، وبهذا الفيديو حرسم معكم. والرسمة هي راح تكون ما هو راح تكون عن تشبه الحنة، يعني ما هو بنت او ولد او وردة او اشياء. فيلا نبلش. اول شيء نحن نحتاج فتخ، اي فتخ، يا اما ازرق يا اما اسود. وهنا عندي الوان، هذول عندي الوان. ويلا نبلش. اول شيء حبيت لكم شغله، تابعوا الفيديو على الاخير لانه الفيديو حيكون طويل وحلو، فتابعونا على الاخير. ويلا نبلش. انا هلا بلشت ارسم. تقريبا مثل الوردة ومثل الحنة، شبه الحنة. والله بدي اعمل هيك، هاي الحركة صعبة شوي فرح تكون غريبة. هيك مثل ما انتو شايفين. هيك مثل ما انت شايف. وهلا بدنا نعمل خطوط، خط يعني كل وحده خط. مثل ما انتم شايفين هلا في عطله طويله، وبحب اعمل هلا فيديوهات كثيره معكم. هيك هيك مثل ما انتم شايفين. هيك والله بدنا نعمل مثلثات كبار شوي. حطيته الإضافية عشان ما أوسخ الطاولة، أوسخ الورقة. بدي أعمل هيك كل وحدة. هيك مثل ما انتو شايفين. بعدين بنعمل خط طويل. هيك. بعدين نعمل هيك كل ال هي. هيك والله بدنا نعمل هيك. مثل ال N أو ال M. طبعا من اللونة بدها تصير كتير حلوة. ونعمل هيك هلا كبار. هيك كتير حلوة بدها تطلع الرسمة.
انت شايفين. بعدين نام القط. ما تعملون كبار عشان نعمل خط. هيك كما انت شايفين. هلا بدنا نعمل هيك فوق كل ال. انا كتير بحب الرسومات وارسم معكم. اذا انتم بتحبوا اكتبوا لي بالتعليقات. هيك هيك ما انتم شايفين. بعدين بنعمل بكمله وبرجع لكم. هيك وهلا بدنا نكمله. يلا نكمل نعمل هيك. بعدين نعمل نقط نقط كبار شوي. هيك كما انتو شايفين عملت النقط. وهلا نعمل شرطة هيك. هيك كما انتو شايفين عملت هيك. والله بدي اعمل هيك ام صغيرة. هيك ما انت شايف. هلا شوفوا ايش بدي اعمل. هلا بدي اقلب الورقة عشان نرسم هون. ويلا نبلش. هيك بدنا نعمل. بعدين بنعمل وحدة اصغر وبنحط نقطة. وبعدين بنعمل هيك هيك. ونعمل ام صغيرة. شفتوا شلون الرسمة صارت رهيبة. هيك هيك ما انتو شايفين. والله بدي اعمل نقط. نقطة صغيرة. هيك مثل ما انتو شايفين. بعدين نعمل خط. هيك ونعمل مثلثات كبار.
هيك. وهلا بدنا نعمل هيك كل وحده. هلا بدنا نعمل هيك. بعدين نعمل هيك. الفيديو راح يكون طويل بس راح يكون حلو، فتابعوني على الأخير. كمان مرة تانية بدنا نعمل ام صغيرة. هلا عم تمطر، في شوية برد. هيك. وبعدين بنعمل كمان نقط، يعني تقريبا مثل هاي. تمام. تسمعوا صوت المطر؟ ما بعرف اذا عم تسمعوه ولا لا. ويلا نبلش، يلا نكمل. بعدين بنعمل هيك. تفضل. طبعا بدنا نلونها عشان تصير احلى بمية مرة. اوف اخيرا كملت. بعدين بنعمل هيك. هيك مثل ما انتم شايفين. هيك انا كملتهم. وهلأ بدنا نعمل خط، خط بالنص. هيك اجى وقت التلوين، وهي النقطة كتير مهمة ورح تحلي الصورة اكتر. انا كتير بحب هاد الالوان لانه كتير حلوين لما بلون فيهم. واول شي رح اخذ اللون الاصفر ورح ابلش الون هاي. هيك. والله بدي اخذ لون الوردي. انا كثير بحب هذه الالوان. هيك. هلا راح اعمل هالسطر هيك وارجع لكم. هيك خلصته. وهلا بدي اعمل اصفر. هلا بدي اعبيه هذا بالوردي وهذا بالبرتقاني. هلا لونت انا هدول، وهلا بدي الون هاي كله وارجع لكم. هلا انا لونت هاي كلها، وهلا بلون هاي كله وبرجع لكم. جاهزين حتى تشوفوا الشكل النهائي؟ 1 2 3 تران. طلعت كتير كتير حلوة واخذت مني كتير كتير وقت، عشان هيك الفيديو طول. فقلت لكم تابعوها الاخير، وان شاء الله تعجبكم الرسمة. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير،
والإشعارات وتشتركوا بالقناة بشوفكم بالفيديو جديد. باي.